نيجي هسه أنا عندي هذا الكيرف ده تلاحظوا. هذا الكيرف نفس الكيرف اللي قبل شوية شفناه، أوكي؟ لكن الكيرف اللي قبل شوية شفناه كان ماخذ بس يجي بس بالبوزيتيف وراسم لي بالش اسمه مالانج وحاج عنها. لكن هذا الكيرف ده يقيس 3 فورسز أو خلينا نقول 3 ستركتشرز. ده يقيس الكومبلاينس مالته، ده يقيس الكومبلاينس مالانج، أوكي؟ اللي هذا الخط اللي قبل شوية شفناه. ده يقيس الكومبلاينس مال تشيست وول، وده تشوفون التشيست وول شنو هو؟ عادة البرشر مالته بالنيجاتيف اللي هو عادة يتمثل العلاقة بالانترابلورال برشر، اوكي؟ وده يقيس، ده يسوي كيرف يقيس الكومبلاينس مال لانج والتشيست وول توجذر، اوكي؟ الكومبلاينس هنا انا قبل ما احكي الموضوع واشرحه، اريد واحد من عندكم وبذكائكم المعتاد، قلنا الكومبلاينس هو تشينج بالفوليوم على تشينج بالبرشر، اوكي؟ تمام. اريد واحد من عندكم يقول لي من هذه الستركتشرز منو هو الليست كومبلاينس موجود من هاي واحد اللي هو هذا البنفسجي، هذا اثنين الاخضر وهذا السمائي ثلاثه، اوكي؟ يا هو الليست كومبلاينس يعني يا هو عنده اقل كومبلاينس، تقريبا هي الفوليوم دي يزيدون كلهم بعدين من نقطه معينه بالفوليوم ودي يزيدون ودي يوصلون نقطه معينه، فبالتالي انا يهمني البريشر ديفرنس. يا هي least compliance من هاي الثري structures 1 2 3. اريد تنطون واحد او اثنين او ثلاثه كتوتال، ما احكي عن بدايه بعدين، كتوتال عشتيج دكتوره طيبه بالضبط. شوف البقيه دكتور علي، اوكي عشتيدك. شوفوا لاحظوا هذه النقطة. أنا شنو الكومبلاينس؟ قلنا تشينج بالفوليوم على تشينج بالبرشر. من أجي على هذول واحد واثنين وثلاثة، أجي البرشر ديفرنس بين بدايته ونهايته، هذا اللي حكيناه. أجي على هذا مثلا خلينا نقول هذا ماينس 1، أوكي هاي ماينس 2، هذه بلس 1، هذه بلس 2، تمام متفقين عليها. من أجي على هذا بادي بش قد؟ بادي بماينس 2، أوكي اللي هو الشيست وول، هذا أول واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة. من اجي احسب هو انتهى بش قد؟ تقريبا ب 0.1 صح لو لا؟ فانا من اجي احسب البريشر ديفرنس ايش قد؟ 0.1 ماينس ماينس 2 اوكي تطلع لي تقريبا ايش قد؟ تقريبا 2.1 صح لو لا؟ هذا الواحد متفقين على هذا الشيء؟ تمام. من اجي على الاثنين بديت بماينس 2 انتهيت البريشر ايش قد عندي؟ تقريبا خلينا نقول باثنين اوكي. فبالتالي من اجي ماينس كان عندي 2 اللي انتهت ب ماينس ماينس 2 اوكي يطلع لي البريشر ديفرنس 4، فبالتالي هذا الثاني اللي هو الاخضر كان البريشر مالته 4. من اجي على الثالث اللونج وول بديت بصفر اوكي وبالمقابل انتهيت باثنين، فهي 2 ناقص 0 يطلع لي 2 اوكي، فبالتالي هذا كان عندي 2. فيا هو الليست كومبلاينس من هاي ستراكشرز؟ ارجع مره ثانيه حتى هنا انتم تجاوبون 1 2 3 بالضبط اللي عنده هاي بريشر ديفرنس اللي هو شنو هو؟ لان هي الكومبلاينس تشينج بالفوليوم على تشينج بالبريشر. يعني شنو هو؟ الكل يجاوبون يا رقم من عندها. اوكي تمام هسه ارجع اعيدها. اوكي جاوبتوا انتم بس ارجع اعيدها ما اقول الجواب باعتبار اكو بعضكم يريدون توضيح اكثر، فهسه نرجع نوضحها. لاحظوا الاتفاق مالتنا الكومبلاينس يساوي تشينج بالفوليوم على تشينج بالبريشر، وهذا الشيء متفقين عليه. الفوليوم اذا اجي اشوف مال كلها تقريبا كلها باديه بنفس الفوليوم تقريبا ومنتهيه بنفس الفوليوم تقريبا بالكيرف مالتي، فالفوليوم اقدر اهمله باعتبار هو ثابت بيناتهم بهذا شو اسمه الجراف. متفقين على هذا الشيء لو لا؟ اللي مفتهمين هذا الكيرف متفقين على هذا الشيء؟ انه الفوليوم اقدر اهمله؟ اوكي؟ تمام. الفوليوم هنا اقدر اهمله باعتبار هو نفس الشيء تقريبا، خلينا نقول بهذا الكيرف بدنا نحكي. هنا اذا اللي يهمني اني الكومبلاينس ما دام الفوليوم واحد مالته ثابت اللي راح يفرق لي بيها البريشر، اوكي؟ من اجي هنا عندي اول شيء ارسم هنا هذا ماينس 1 وهذا ماينس 2، خلينا نقول هنا بلس 1 البريشر وهنا بلس 2، هذا الشيء متفقين عليه.
اجي احسب، اريد احسب الكومبلاينس مال تشيست وول اللي هو هذا رقم واحد، اوكي راح نسويه بالاحمر، فالتالي الكومبلاينس مال خلينا نقول اكس اللي هو الفوليوم ثابت عالي، ايش قد هو تقريبا؟ انا عندي هنا ابدي بماينس 2، اوكي بديت بماينس 2 تقريبا البشر، وانتهيت تقريبا ب 0.1 صح لو لا؟ فبالتالي مالته 0.1 ماينس ماينس 2، اوكي ويطلع لي اكس على 2.1، هذا الكومبلاينس مال واحد، اوكي هذا اتفقنا عليه تمام لحد هسه. اوكي خلينا ناخذ الكومبلاينس مال رقم 2 اللي قدامي، اوكي هذا الكومبلاينس مالته شنو هو؟ نفس الشيء سي يساوي اكس ثابت اللي هو قلنا الفوليوم تقريبا متشابه، لكن البريشر ديفرنس هنا انا عندي بديت بماينس 2، اوكي انتهيت وش قد تقريبا؟ انتهيت ببلس 2، اوكي فالتالي هو 2 ماينس ماينس 2 ويطلع لي اكس على 4، هذا الكومبلاينس مال 2 خلصنا منه. طيب نجي على الكومبلاينس مال رقم 3 اللي هو هذا رقم 3، او خلينا نختار لون ثاني حتى قريبا عندنا، نجي على رقم 3 اوكي. رقم 3 بديت بالبريشر بالزيرو تمام وانتهيت تقريبا ب 2، اوكي فبالتالي اقول 3 الكومبلاينس هو اكس على انتهيت اني ب 2 ماينس 0، اوكي ويطلع لي اكس على 2 لهذا مال 3. من اجي احسب مالتهم هنا الكومبلاينس باعتبار الفوليوم هو تقريبا قلنا ثابت، فبالتالي يا هو الليست كومبلاينس بتوين هاي الاكس على 2 و1 اكس على 4 لو اكس على 2، اوكي اللي ما فهم تمام واضحه عندكم اللي هو اكس على 4 هو الاقل، كل ما اكبر المقام كل ما القيمة تقل صح لو لا؟ هذا رياضيات يعني يبقى ثاني مو عاد اشرح لكم رياضيات، اوكي؟ فبالتالي هنا اذا الاقل كومبلاينس هو هذا اللي عنده الهاي بريشر ديفرنس اللي هو الكومبايند لانج اند تشيست وول، هو هذا رقم 2 هو الليست كومبلاينس، واضحة؟ واضحين هاي من جهتي هاي الفكرة؟ طبعا هسه راح نفهمها من ناحية هذه، من ناحية الجراف هذا افتهمنا، هسه راح نحكيها من ناحية فيزيولوجي شلون بالتفصيل. بس واضحه شنو تشينج بالفوليوم مع تشينج بالبريشر، لهذا قلنا هو الليست كومبلاينس بين ذي. تمام خلينا نجي نحكي عن هذه التفاصيل اللي بدنا نحكي شرحناها. يقول لك من فيجر هذا 4 4، طبعا هذه من بي ار اس ما قدرت الغي هذه لان يعني يصير تقطع وما شنو، فخليته نفسه اوكي رقم الفيجر مو مشكله. البريشر فوليوم ريليشن شيب اللي هو الكومبلاينس اللي هي الفوليوم بريشر ريليشن شيب فور لانج الون، طبعا هنا قال لك الهستريسيس اللي هو عباره عن الفرق بين الاكسبيريشن والانسبيريشن تخلصنا منها، اوكي حاولنا نوحد الانسبيريشن والاكسبيريشن كير اللي هو هذا اللاين، اوكي قال لك حاولنا نوحدها قدر الامكان فيتس، اوكي رسمناها بهاي الطريقه. المهم مو هذا اللي يعني يقول لك التشست وول الون واللانج وول الون والتشست واللانج رسمناها توجذر، وهذا واضح انا اشوف هذا التشست وول فقط الكومبلاينس مالتي كومبلاينس مال كومباين تشيست وول واللانج، وهذه مال لانج الون تمام. شفنا شنو هو الكومبلاينس اوف ذا لانج اند تشيست وول سيستم از ليس ذان ذات اوف ذا لانج الون اور ذا تشيست وول الون، وهنا واحد راح يسال هذا السؤال ليش هذا الشيء يصير؟ يعني انا ليش من اجي اقيس الكومبلاينس مال تشيست ومال لانج توجذر اشوف اقل من الكومبلاينس مال لانج وحده وما تشيست وول وحده، ليش هذا الشيء؟ ببساطه لان انت راح يصير عندك مالتيبل فورسز، راح يصير عندك سم اوف فورسز، عندك مجموعه من القوى كلها راح تشتغل توجذر. يعني شنو؟ يعني انت من تجمع اللانج والتشيست وول راح تجمع الالاستيك ريكول مال لانج ونفس الوقت السيرفس تنشن الموجود باللانج، المسل اوف اكسبيريشن اللي هي راح تسوي لي diminish with chest cavity expansion، اوكي بنفس الوقت الالاستيستي مال الدايفرام الريكويل اللي يصير عندي، بنفس الوقت اضافه الى هذا الاستفنس اللي خصوصا بالالدر اللي اشوفه بالتشيست وول، كل هذه راح تخلي لي عندي مالتيبل فورسز راح تشتغل توجذر، فبالتالي نتيجه لهذا الشيء راح اشوف اللانج تشيست وول سيستم الكومبلاينس مالته اقل من اللانج الون
واقل من chest wall alone. يعني بين قوسين اذا جينا على شخص معين وشلنا اللنج واحدة وجينا نفخناها وشفنا التشينج بالفوليوم على التشينج بالبرشر وشلنا chest cavity واحدة وجينا شفنا الدايفرام كونتراكشن وشفنا الانتركوستال مسل كونتراكشن وشفنا الريبس اكسبانشن كل هذه قسناها واحد وراها اجينا قسنا الانسان الطبيعي اللي هي كومبايند لانج تشيست وول سيستم راح نشوف الاقل كومبلاينس هي لانج تشيست وول سيستم ليش لان انت عندك مالتيبل فورسز راح تشتغل تو كذا فبالتالي بالنتيجه راح يطلع لك شنو راح يطلع لك انه الكومبايند لانج تشيست وول سيستم كومبلاينس اقل من اللانج الون او تشيست وول الون واضحه وهذا اللي شرحناها بالصوره وحكينا عنها اوكي اطباء هاي النقطه طبعا هاي لويب مو شرط يعني بس انهم تعرفون هاي المعلومه يبقى هاي التفاصيل الفورسز اتس اوكي حتى لما عرفتوها بالتفصيل اوكي واضحه النقطه اطباء تمام خلينا نحكي عن نقطه كلش مهمه اوكي اللي هي بالمحاضره السابقه من قلت لكم احنا دائما من نحكي عن الفيزيولوجي يا نقطه دائما نعتمدها هي من نحكي عنها بالفيزيولوجي نقول ات كذا مثلا كاباستي ات كذا كاباستي دائما نقيس وليش اعتمدناها هنا السؤال من يتذكر شنو النقطه نعتمد عليها بالضبط النقطة اللي اعتمدنا عليها هي الـ FRC الـ Functional Residual Capacity ليش اعتمدنا عليها؟ من يتذكر؟ ليش قلنا هاي النقطة نعتمد عليها؟ الله الجواب هاي حكيناه بالمحاضرة السابقة وقلنا كلش مهم هذه راح نحكي عنها هواي بالضبط الآن عندي الـ Expansion والـ Collapsing Force تكون متعادلة فبالتالي النتيجه لهذا دائما احنا نعتمد عليها اوكي وهذا الشيء حكيناه بالمحاضره السابقه تتذكروا لو لا قولوا لي انا ايش ما جاوبت تذكرون هاي النقطه لو لا اوكي كل زين ما دام تتذكروها اتس اوكي اذا ما جاوبتوا ما تتذكروها حكيناها ويا الفوليوم من يتذكر حكينا عن الكاباسيتي والفوليوم وقلت لكم الاف ار سي كلش مهمه لنشوف الاكسباندينج فورس والكولابسنج فورس تكون عاده اكو كوليبريم بيناتها فبالتالي نعتمد هي السنتر من نحكي عن الفيزيولوجي دائما نقول ات اف ار سي دائما ات اف ار سي تمام اوكي تمام الغالبيه تذكروا اتس اوكي عاده احنا بحاله الريست مثل ما قلنا بالفانكشن ريزجوال كاباسيتي لانج فوليوم ات اف ار سي وهذا الشيء حكينا عليه والبرشر عاده بين الاير واي واللنج اللي هو عباره عن الاتموسفيريك برشر ده نقصد الاير واي وش اسمه اللنج ده نقصد به الانترا اليفيولار برشر يكون عاده ايكوال تو اتموسفيريك برشر اللي هو زيرو فبالتالي النتيجه لهذا الشيء انا عندي الكولابسنج فورس اون ذا لنج تكون عاده متعادله ويا الاكسباندنج فورس اوف ذا تشيست وول فبالتالي لهذا تكون عاده ايكوال واوبوزيت فيصير عندي اللونج لا راح يصير بها كولابس ولا راح يصير بها اكسبانشن هذا اللي شيء حكينا دائما ليش نعتمد على اف ار سي لان عندي الاكسباندنج فورس والكولابسنج فورس تكون متعادله فبالتالي راح يصير عندي كولابس وراح يصير عندي اكسبانشن نتيجه لهذا الشيء طبعا لان انا عندي هاي البريشر ديفرنس بين تشيست وول واللونج نفسها راح يصير عندي الانترا بريشر ونيجاتيف وهذا الشيء حكيناه قبل شويه لاحظوا هذا الشيء اللي قبل شويه رجع حكينا راح ناوي هسه قدامكم عندكم. اذا صار عندي اير دخل للانترا بلورال سبيس مثلا حاله النيموثوراكس هنا الانترا بلورال بريشر راح يصير عندي راح يزيد ممكن يزيد زيرو ايكوال الاتموسفيريك بريشر وممكن يزيد بعد اكثر اوكي فبالتالي نتيجه لهذا الشيء راح يصير عندي كولابس لللانج اوكي والتشيست وول طبعا راح يصير بي اكسبانشن اوت وورد هاي النقطه ما يهمنا وراح يصير اضافه لهذا الديفيشن للتريكيا وهذا ان شاء الله راح ناخذها احنا النيموثوركس راح ناخذها ويا الباثولوجي لكن انا يهمني من هسه تعرفون ليش النيموثوركس يصير عندي ليش يصير عندي كولابس لللنج بالنيموثوركس لان ببساطه الانترا بلورال بريشر اللي هو المفروض نيجاتيف راح يصير زيرو او بوزيتيف فبالتالي راح يصير عندي كولابس لللنج فبالتالي اركز على هاي النقطه كلش مهمه
واضحة أطباء؟ عندكم مشكلة لحد الآن لو تمام بخص هذا الموضوع؟ أكو نقطة ما واضحة؟ شو وقت ما تقفلون بعد ما تقدرون تستوعبون قولوا نتوقف، يعني مو شرط ناخذ بريك، نتوقف ماكو مشكله، تريدون هاي المحاضره ناخذها ساعه ونص ونتوقف اتسوكي، يعني ما عندي مشكله اوكي، قسمها على محاضرتين مو مشكله. طبعا اكو ديزيزز راح تسوي لي تشينجز بالكومبلاينس، يعني مثلا اسالكم سؤال هنا، منو من عندكم اعتقد الغالب خصوصا ماخذين كلينيكال وماخذين ريسبيراتوري سيستم سواء باثولوجي او ماديسن، الإنفزيمة إيش دا يصير عندي بيها بالضبط؟ دا يصير عندي destruction الشنوة وبالفايبروسيس، حتى أنا نوصل على هاي النقطة. أول شيء خلينا نحكي عن الفايبروسيس أو في الإنفزيمة، برأيكم الكومبلاينس بالفايبروسيس راح تزيد لو تقل؟ الكومبلاينس بالضبط مثل ما حكينا، مثال هاي النفاخة اللي عايفة بالشمس اللي يصير بها راح تقلل الكومبلاينس، وهذا الشيء اتفقنا عليه وحاكي تمام كل الزين. طيب الإنفزيمة هنا اخبار الكومبلاينس راح، اذا صراحه انا اعطيكم مثال اكثر حتى اقرب لكم اياه، اذا قلت لكم بالانفيزيما دا يصير عندي ديستركشن للالاستيك تيشو اوكي، طبعا هي باث فيزولوج مالتها طويل ان شاء الله نحكي ويا الباثولوجي، لكن اذا قلت لكم دا يصير عندي ديستركشن بالالاستيك تيشو اخبار الكومبلاينس راح تزيد لو تقل؟ لاحظوا احنا قلنا الالاستيستي معناها راح تقل، فالكومبلاينس راح تزيد لو تقل؟ بالضبط انا قلت الالاستيستي الالاستيك ريكول هي تشتغل عكس الكومبلاينس، هي زيد للبريشر، فبالتالي من يصير عندي دمج للالاستيك تيشو راح اقلل الالاستيك ريكول، فبالتالي يزيد عندي الكومبلاينس. هاي النقطه كلش مهمه نخليها ببالنا. فبالتالي يقول لك البيشنت اللي عندهم انفيزيما اللنج كومبلاينس راح تزيد اوكي، and the tendency of the lung to collapse is decreased. ليش دي يصير هذا الشيء؟ طبعا هو هنا ما راح يشرح لك اياه باعتبار انت المفروض يعني بعدين بالباثولوجي راح تعرف الباث فيزيولوجي مال انفيزيما، لان هذا دي يصير لان دي يصير عندي دامج بالالاستيك تيشو اوكي. طبعا ان شاء الله راح ناخذها بروتيز وتفاصيلها نعرف القصه بعدين. فبالتالي نتيجه الدمج للالاستيك تيشو راح يكون عندي الالاستيك ريكول فتزيد عندي الكومبلاينس. فيقول لك انه بالنتيجه بالفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اوكي التندنسي اوف ذا لانج تو كولابس از ليس ذان ذا تندنسي اوف ذا تشيست وول تو اكسباند. ليش؟ لان بهاي الحاله احنا بالانسان الطبيعي المفروض بالاف ار سي الكولابسنج بريشر والاكسباندنج بريشر نورمال متعادله، فبالتالي هاي تو فورسز equal or opposite okay. لكن اجيت على هذا البيشنت وسويت دمج بالالاستيك تيشو اللي هي بالكيس اوف انفيزيما، فبالتالي بالنتيجه انا زيدت الكومبلاينس وقللت الكولابسنج بريشر، صح لو لا؟ فبالتالي نتيجه قله الكولابسنج بريشر راح اشوف عاده التندنسي للتشست وول تو اكسباند اكثر من التندنسي اوف ذا لانج تو كولابس. فبالتالي نتيجه لهذا الشيء راح اشوف البيشنت شو يصير عندهم، يصير عندهم اكسبانشن بالتشست وول بنسميها بارل تشست. شايفين الصور؟ ان شاء الله راح ناخذها من ناخذ الانفيزيما، بس شايفين الكيسز مال الانفيزيما شلون اكتبوا بارل تشست وشوفوها؟ ليش دي يصير عندي هذا؟ لان ببساطه انا عندي اتفقنا انا عندي كولابسنج بريشر وعندي اكسباندنج بريشر. بالانسان الطبيعي هاي التو فورسز بالاف ار سي تكون متعادله وماشي الامور وتمام وكلش اوكي، لكن اجى البيشنت عنده انفيزيما اجيت وسويت ديستركشن للالاستيك تيشو، فبالتالي زيدت الكومبلاينس يعني قللت الكولابسنج بريشر، فبالتالي نتيجه لهذا الديس اكوليبريم اللي صار عندي الاكسباندنج بريشر راح يصعد، فبالتالي تشوفون تيست وول راح يصير باكسبانشن حتى نوصل نيو اف ار سي. طبعا هاي مو شرط تعرفون شنو قاعد نقصد بالنيو اف ار سي، لكن ضروري تعرفون ليش يصير عندي بارل تشيست، لان ببساطه نتيجه الديفرنس بين الكولابسنج والاكسباندنج بريشر، اكسباندنج راح يصير اكثر لان الكولابسنج قل نتيجه زياده الكومبلاينس. واضحه هاي النقطه اطباء؟ لو اكو مشكله عندنا هذاك مشكله نوضحها مره ثانيه، ماكو مشكله. اذا واحد ما عنده ليش يساعدهم هذا البالل تيست وشن القصه عادي، هذا اوكي اوكي تمام. بالمقابل البيشنت اللي عندهم
اوكي اعيدها، ماك مشكله دكتوره، تمام ماك مشكله. لاحظوا احنا اتفقنا عندي بالاف ار سي ليش قلنا نعتمد الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي، لان قلنا بهذه النقطه عندي الكولابسنج بريشر باللاين هي تساوي الاكسباندنج بريشر بالتشيست وول، يعني قابليه اللاين تو كولابس تكون متعادله هاي الفورس ويا قابليه التشيست وول تو اكسباند. فبالتالي انا عندي طبيعي ليت التشيست وول مالتي صار بيه اكسبانشن، والله كل لاين صار بيها كولابس. احنا اتفقنا شنو الاشياء اللي تسوي لي كولابس لللاين، وحده من عندها هي الالاستيك ريكويل، صح لو لا؟ الالاستيسيتي مال اللاين. اجيت بيشنت عنده انفيزيما سويت دامج لهذا الالاستيك ريكويل، فبالتالي الدكتوره برايج الكولابسنج بريشر مال اللاين اخباره راح يقل او راح يزيد من اسوي دامج للالاستيك ريكويل؟ بالضبط انا راح اقلل الكولابسنج بريشر، اوكي؟ فبالتالي انا صار عندي شيفتنج صار الاكسباندنج بريشر اكثر من الكولابسنج بريشر، فبالتالي بعد لازم اشوف لي نيو اف ار سي، اوكي؟ فالتشيست وول نتيجه لهذا الشيء نتيجه زياده الاكسباندنج بريشر راح يصير بي اكسبانشن ويصير عندي البارل تشيست، وان شاء الله راح ناخذ البارل تشيست نحكي عن الانفيزيوم وناخذ صور عليه، اوكي؟ فبالتالي نتيجه لهذا الشيء الكولابسنج بريشر صار اقل من الاكسباندنج بريشر، فصار عندي بارل تشيست. ليش صار عندي هذا الاكسباندنج؟ حتى اوصل نيو اف ار سي وحتى تكون بها الكولابسنج بريشر ايكوال للاكسباندنج بريشر. فبالتالي بين قوسين كانه عندي انا ارض الاكسباندنج بريشر، اقول له سوي اكسباندنج للتشيست وول لحد ما ترضى وتتعادل ويا الكولابسنج بريشر، ونرجع على نيو اف ار سي تكونون متعادلين. اوكي؟ هاي النقطه اللي نقصد بها، واضحه عند الكل؟ تمام. بالمقابل عندي الكيس مثلا البيشنت اللي عندهم، اوكي عشتي ليك البيشنت عندهم فايبروسيس، بالفايبروسيس ايش يصير عندي؟ ببساطه الكومبلاينس راح يصير بها ديكريز، وهذا الشيء اتفقنا. بالمقابل التندنسي اوف ذا لينك تو كولابس راح يصير بها انكريز، اوكي؟ ليش؟ لان كل ما اقلل الكومبلاينس الكولابسنج راح يزيد. فبالتالي بهاي النقطه راح يصير العكس بالانفيزيما، راح اشوف الكولابسنج بريشر راح يصير اكثر من الاكسباندنج بريشر، اوكي؟ ونتيجه لهذا الشيء راح يصير عندي another new lower of RC functional residual capacity. هاي النقطه كلش مهمه انه انا راح اقلل الاف ار سي حتى اوصل مرحله يعني تكون شنو اكو بيناتنا تعادل بين الكولابسنج والاكسباندنج بريشر. فبالتالي هاي النقطه نخليها ببالنا، من عندي الكولابسنج اكثر راح اقلل الاف ار سي، من عندي الاكسباندنج اكثر راح ازيد الاف ار سي مثل ما حكيناها كيس الانفيزيما. واضحة أطباء هاي النقطة؟ كلش مهم تخلون ببالكم إنه هذا الـ Combined Chest Wall and Lung Compliance يكون أقل Compliance من الـ Chest Wall Alone or Lung Alone، خليها ببالي هاي النقطة وما أنساها. طيب هنا أنا أبدأ أسألكم سؤال، تقريبا أريد واحد من عندكم يجاوب، رغم إحنا إذا إجيت رقمت لكم أرقام، طبعا هذا أكو سؤال عليه، أوكي؟ فبالتالي راح أحطكم كل الأرقام ولاحظوا هذا الشيء. هاي الارقام مو حقيقيه باي ذا واي تختلف، لكن انا بس مجرد هيك، اذا قلت لكم هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثه، هذه اربعه. قلت لكم تقريبا اف ار سي لللانج ايش قد تقريبا يكون البريشر؟ بالاف ار سي ايش قد يكون البريشر تتوقعون باللانج؟ ايش قد يكون البريشر بالتشيست وول؟ وايش قد يكون البريشر؟ وهذه ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3، اوكي؟ هيد واحد من عندكم يقول لي ايش قد هسه هذه ايش قد يكون البريشر داخل اللانج بنقطة الاف ار سي؟ ايش قد تقريبا داخل اللانج؟ هنا انا ارسمه، ليش؟ لان اكو سؤال بيسالكم هي السؤال، اوكي؟ هنا انا اللي هو بوزيتيف ايا كان تقريبا هو يعني يرسم لكم يعطيكم ارقام وهاي التفاصيل، لكن هو يكون بوزيتيف، اوكي؟ يكون بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 ايا كان، انا احكي النقطه تفهموها. بالمقابل الاف ار سي بالكومبايند تشيست وول يكون هو زيرو، اذا تلاحظون هذا الشيء، اوكي؟ بالمقابل التشيست وول يكون هو نيجاتيف، لا واضحه هاي الفكره بالاف ار سي، فخلوها ببالكم حتى تعرفوها وما تنسوا هاي النقطه. اكو سؤال تصور باليو دبليو جايب لكم هاي، هي بس مجرد تشوف الاف ار سي وين وتسقط هاي النقطه على اساس تعرفوا الجواب، تمام؟ اوكي. عندكم سؤال لحد هسه؟ تريدون تاخذون بريك ونرجع؟ تريدون تتوقفون محاضرة اليوم لحد هسه؟ تريدون ناخذ صفحة واحدة ونتوقف؟ كيفكم؟ الاقتراحات مفتوحة لكم لأن ما أريد تدوخون أكثر، فأنتم كيفكم؟ تريدون ناخذ صفحة بعد ونتوقف؟ نقسم هاي المحاضرة جزئين؟